ولقد انتهت قضية ابني بحفظ القضية من قبل النيابة العامة، وتهاوت آمالنا في معرفة المسؤول عن قتله. ولا غرابة، فلقد درجت حكومة البحرين على سياسة الإفلات من العقاب ومحاسبة رجال. التحالف الحقوقي البحريني شارك في الحوار التفاعلي الذي جرى في مجلس حقوق الإنسان حول حقوق الطفل والانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في مختلف أرجاء العالم. هذه الانتهاكات وصلت أوجها في البحرين في ظل حكم عائلة آل خليفة. So today during the Human Rights Council panel debate on violations of human rights against children, Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain is very concerned with the treatment of children in Bahrain. In the Bahraini judicial system, there is no separation between children and adults. Children are tried as adults and they're imprisoned as adults. السلطات لا تكتفي باعتقال الأطفال تعسفا، بل إنها تسفك دماءهم بوسائل وأساليب شتى، كما فعلت مع الشهيد حسين الجزيري الذي حضر والده إلى المجلس لعرض معاناة أطفال البحرين. طبعا الهدف الرئيسي هو رفع مظلومية الأطفال المعتقلين والأطفال من الشهداء لدى الأمم المتحدة، وبث هذه الشكوى لكي يتم الحد من استهداف الأطفال في البحرين. هذا الوضع المزري للأطفال في البحرين يستوجب موقفا قاطعا من لدن المجتمع الدولي. أنا أعتقد أن مجلس حقوق الإنسان عليه مسؤولية كبيرة في التصدي للانتهاكات بشكل عام في البحرين، وخصوصا تلك المتعلقة بالفئات الأولى بالرعاية ومنها الطفل. انتهاك حقوق الأطفال في البحرين يثبت بأن هذه السلطات لا تستثني أي شريحة من شرائح المجتمع من قمعها، وبأنها لا تقيم وزنا للمماثيق والمعاهدات الدولية في هذا الشأن. انتهاكات حقوق الأطفال في البحرين والتي تم عرضها اليوم أمام أنظار هذا المجلس ألقت الكرة في ملعبه، وهو مطالب اليوم باتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف هذه الانتهاكات. ساهر عريبي للبحرين اليوم من قصر هيئة الأمم المتحدة في جنيف.